السلام عليكم، معكم مصطفى مجيشي. بغيت نقدم الشكر للقناة ديال قلعة الوداد اللي درت الالتفاتة للاعبين اللي كيلعبوا في الديار الأوروبية اللي ما مسلطاش عليهم الأضواء، وشكرا وإن شاء الله نكون الخير. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا. شكرا جزيلا لكم متتبعينا الكرام على الدعم ديالكم المعنوي اللا مشروط، وعلى التعليقات الجميلة والرسائل اللي كتخليو ليا. شكرا بزاف على كل شيء. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غتكون حاجة مختلفة، ايه ما غنبعدوش على كرة القدم ولكن غنبعدو على الدوري المغربي شوية. اليوم غادي نزيدو قائمة جديدة نتحدثوا فيها على اللاعبين المغاربة اللي مغتربين في الديار الخارجية، لاعبين من طراز الرفيع وما مسلطش عليهم الضوء. اليوم غادي نبداو هذه السلسلة من الفيديوهات بهدف تسليط الضوء عليهم ونقول لهم اننا متابعينكم بقلوبنا وكتشرفوا الكرة المغربية من برا. ونبداو اول فيديو من هذه السلسلة. اللاعب اللي غنهضروا عليه اليوم هو لاعب مغربي مزيود في المغرب وكيلعب في الديار الاوروبية. لاعب فاتلي يلعب في القسم الاول مع فريق مولوديس وجدة جنب اللي جنب مع يحيى جبران نجم فريق الوداد الرياضي. اللاعب اللي غنهضروا عليه كيعشق تسجيل الاهداف بالطريقه اللي كتروق ليه. غادي تكون توقعته المركز اللي كيلعب فيه، ايه كيلعب تسعود، وكيتميز بواحد البنيه جسمانيه كتخليه رجل هذا المركز. منطولش عليكم بزاف بالتقديم، اليوم غنهضروا على منصف المسيسي. خليكم معنا حتى الاخير الفيديو باش تكتشفوا هذا النجم عن قرب. منصف المسيسي هو لاعب مغربي تزاد سنة 1995 نهار 8 في شهر 7. المركز ديالو ديجا قلناه كيلعب رأس حربة والطول ديالو 190 سنتيمتر. منصف بدا المسار ديالو في الكرة ملي كتعدو 9 سنين في المدرسة ديال الشباب أولمبيك وزان في الهوات، وتدرج في جميع الفئات السنية ديالها. ملي غادي يوصل العمر ديالو 14 عام غادي يلتحق المسيسي بالفريق ديال الشباب ديال مدينة وهزان بحكم البنية الجسمية اللي كتبينو كبير وسط الأقران ديالو. من بعد هاد القفزة في المسيرة الكروية ديالو وملي التحق بالشباب ديال فريق وهزان غادي يشوفو واحد المرة هشام دقيق المدرب ديال أسود القاعة حاليا، ولديك الساعة كان كيشرف على تدريب النادي القنيطري، وغادي تعجب بالأداء ديالو وغيقترح هشام على منصف أنه يخضع لواحد تيست للقدرات التقنية ديالو في قنيطرة. وداكشي اللي كان تعجبوا به المسؤولين ديال الكاك وانتقل داك الساعة للفريق ديال الشباب ديال قنيطرة، وبقى في قنيطرة من 2013 حتى 2015. وكيعبر اللاعب عن طريق التواصل اللي جريناه معه وقال انه بعد رحيل السي هشام دقيق من تدريب قنيطرة صوب الكرة المصغرة عانى بزاف داخل الفريق وتم الاستبعاد ديالو. من بعد تنادى عليه من طرف المولودية الوجدية اللي كان داك الساعة المدرب ديالها عز الدين ايتجودي، وفي الوقت فاش التحق اللاعب منصف كان المولودية طلع لقسم الأضواء في ديك البيريود. كانت المولودية داك الساعة كتضم خيرة اللاعبين كيف معبر ريلان المشيشي بحال جبران ومصطفى العليوي ورضوان الدردوري. المشيشي كيستافض في الحديث ديالو معنا وكيأكد لينا أنه مع هاد اللاعبين وآخرين استافد بزاف وجمع بزاف الخبرات، وأكد أن هاد اللاعبين عاونوه باش يتأقلم في الأجواء ديال المنافسة في القسم الأول بحكم أنها أول تجربة ليه في القسم الأول ديال البطولة. بعد ما لعب مع المولودية وقعوا ليه بعض المشاكل خلاوه يسالي المشوار ديالو مبكرا. جاوه بعض العروض من الدرجة الثانية من الدوري الإسباني والدرجة الثالثة، وهنا كان الاختيار ديال اللاعب أنه يتعاقد مع أركوي سي إف اللي سينا معهم عامين. في عمر 21 غادي يلتحق بالسيدي مينيرفا في القسم الثالث في إسبانيا. من بعد غادي يكمل المشوار ديالو من بعد ما لعب عامين أخرى في فيزيوزا دو أودن في مدريد، وفي الأخير غادي يوقع مع السيدي بن جوفر اللي باقي كيلعب فيها لحد الآن. ومن المشاكل اللي كيواجه اللاعب في الديار الأوروبية هو أن الأضواء ما مسلطاش على الدرجات اللي هابطة، وخا أن التنافسية فيه مرتفع بزاف. المشيشي وفي السؤال الأهم ليه على واش يقبل يلعب في أحد الفرق المغربية أكد أنه كيتمنى يلعب لأحد الفرق الكبيرة في المغرب، وأنه ما كيمانعش العودة للدوري المغربي اللي كيعرف منافسة، وقال أنه مستعد لأي تحدي. هنا كنساليو الفيديو ديالنا على منصف المشيشي. نتمنوا لك خويا حظ موفق في المسيره ديالك، وان شاء الله لما لا تحمل القميص ديال المنتخب المغربي. محتاجين تسعود نيت. تحياتي ليك وتحيه لكاع المواهب اللي كتلعب في الدوريات الخارجيه. تهلاو في راسكم. بلاتي ما تنساوش بارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكبر فئه ممكنه، وما تنساوش تقولوا لي واش عجبكم الكونتنت الجديد في القناه، واش تبغيو تشوفوا فيديوهات جديده في هذا البرنامج. في الاخر ما تنساوش تخليوا لي كاع التعليقات ديالكم وغنقرا الاراء ديالكم.
ما تنساوش باش تواصلوا معايا غتلقاو كاع المواقع التواصل الاجتماعي والايميل ورقم الواتساب في الوصف. تهلاو فراسكم.